المحافظ بتاع مديرين المستشفيات اللي هو اقربها اللي جاي من حميات شبين الكو، والتعنت اللي قابلوه امبارح، والتحويل للتحقيق، والراجل الطبيب المحترم مدير مستشفى كاتب مستشفى حميات شبين الكو من 8/3 الاضراب. طب انت من 8/3 جاي تفتكر دلوقتي وجاي تعاقب دلوقتي؟ ولا عشان الاطباء خدوا المزايا بتاعتهم اللي هم بيعتقدوا ان هي مزايا ويجروا؟ لا، خلينا نفتكر اولا اسباب الاضراب في الاول خالص. احنا قلنا عاوزين رعايه صحيه محترمه، هل تحققت؟ هل زادت ميزانيه وزاره الصحه زي ما كنا بنقول 3% من الدخل القومي لو ما يعادل 8% من ميزانيه الدوله؟ هل حصل ده؟ لا. هل احنا كصيادله بنجري ورا حفنا من الفلوس او من الجنيهات؟ لا. احنا عاوزين بنخاطب المريض المصري، الى الان بنوجه رسالتنا للمريض المصري وبنوجه رسالتنا الى المسؤولين والى رؤساء الجمهوريه او رئيس الجمهوريه القادم. اضراب الصيادله سياده رئيس الجمهوريه القادم ليس من اجل حفنا من الجنيهات، بل هو لاجل اصلاح منظومه صحيه لابد ان المنظومه الصحيه تصلح ونبقى زينا زي زامبيا او زي موزمبيق، زي البلاد الافريقيه اللي احنا كنا بنقول عليها قبل كده دول متخلفه او ناميه. لا، هي الدول دي سبقتنا بحاجات كده.